اليوم هنتحدث عن التورك اللي بيتولد في داخل السينكرونس موفمنت. حتى نرجع نراجع مره ثانيه، السينكرونس موفمنت عندي ستيت راح ازوده انا بثري فيز. الثري فيز راح يتكون عندي كرنت، والكرنت راح يبدا يعمل روتيتنج ماجنتيك فلكس. روتيتنج ماجنتيك فلكس راح ارمز للفلكس الماجنتيك فلكس اللي بنشع على الستيتر في بي اس. مين راح يسحب الثاني الان؟ بي اس راح يسحب بي ار، مش هيك؟ اذا احنا الروتيشن في هذا الاتجاه، بي اس عماله بسحب راح يلف وراه بي ار، والزاويه بينهم راح تضلها كونستنت على كونستنت لود. اذا ات لو عندي انا هون كونستنت لود جاما راح اسميها جاما از كونستنت، الاثنين بلفوا على السينكرونس سبيد، مش هيك؟ لانه قلنا هذا سينكرونس موتور، سينكرونس موتور معناها الروتر بلف على نفس السرعه اللي بلف عليها الستيتر. إذا هو عندي بي اس راح يلف بسرعة معينة، راح يلحقوا بي ار بنفس السرعة، وراح تطلع الزاوية بينهم كونستنت ات كونستنت لود. لو تغير اللود، لو تغير التورك اللي بعض الاختيار من المحرك، راح تتغير جاما شوي صغيرة، راح تزيد أو تنقص، بعدين راح ترد السرعتين يضلهم نفسهم. شبهناهم بسيارتين متحركين، لو عندي سيارة ماشية بسرعة وماشي بنفس السرعة، دائما المسافة بينهم قديش؟ ثابتة. لو بدي إياها تزيد شوي صغيرة، شو بده يصير؟ واحد خلي اللي متأخر ينزل سرعته شوي صغيرة، ما تزيد بعدين يرد يرجع نفس السرعة، فهون راح يصير نفس الشيء. التورك اللي بيصير له انديوسينج هون، الانديوس تورك من هون هو عبارة عن كروس برودكت ما بين مين؟ في عندي كي، هاي كي كونستنت بتعتمد على قسم المحرك، راح ناخذ بي ار مع بي اس من هون، هذا اللي هو الكروس برودكت ما بين الاثنين. هذول الاثنين موجودين في البلين، وين البلين اللي هم الاثنين موجودين فيه؟ هو هذا. اذا الكروس برودكت راح يكون من بي ار الى بي اس، اذا بهذا الاتجاه. التورك باي اتجاه؟ هل هو بنفس اتجاه الدوران؟ نعم. اذا بالمحرك التورك اللي بنشا بيكون بنفس اتجاه الدوران، بالجنريتر التورك اللي بنشا عكس، لانه التورك اللي بنشا بالجنريتر بيعاكس الجاز تيربوان. اذا عندي هاي المعادله مهمه، طبعا هاي اذا بدي احولها راح تصير عندي كي بي ار مضروبه في بي اس في ايش؟ في ساين. ايش ساين؟ ساين ايش؟ ساين جاما. اوكي ماشي واضح؟ اذا هذا التورك اللي راح ينشا عندي، هذا التورك اللي راح يتولد في داخل هذا، طبعا ايش راح يضل لي منه كميكانيكال تورك؟ راح يروح منه شوي ايش؟ حتى يتغلب على ايش؟ هذا التورك، عايز بده يتغلب على الفريكشن والويندج والستري تورك اللي موجود في المحرك، اللي بضل منه بضل ميكانيكال تورك بقدر استفيد منه. خلينا نرسم اذا هاي الرسمه، راح اقارن هلا هون بين الموتور والجنريتر، عندي بي اس هو اللي بسحب بي ار بالحاله هاي بالزاويه بينهم جاما، والاثنين بلفوا على بعضهم، خلينا نفترض الكاونتر كلوك وايز على اوميجا اس، التورك بالحاله هاي راح يكون اتجاهه بهذا الاتجاه، يعني التورك راح يكون اتجاهه مع اتجاه الدوران. لو جيت اطلعت على الجنريتر راح الاقي انه خليني احط الان بي ار هون وعم بلف كمان بهذا الاتجاه، وهذا عندي هون بي اس، يعني هون التيرباين او الجاز تيرباين شو بيعمل؟ هو اللي بلف الروتر، فمين الليدنج؟ مين اللي عم يسحب؟ البي ار. مين بيلحقه بعدين لما يصير يسحب الكونسيومر يسحب الكرت؟ راح يتكون بي اس في داخل هذا المحرك بينهم جاما، فراح يكون عندي التورك هون. انا لاحظوا بي ار مع بي اس راح يكون بهذا الاتجاه، فراح يكون التورك معاكس، وهذا منطقي. التورك هون راح يعاكس التورك الاصلي اللي سببه اللي هو جاي من الجاز تيربوان. في حين هون راح يتكون عندي تورك، والموتور لازم يكون التورك بنفس اتجاه الدوران بحيث انه يزود اللود الخارجي. هلا راح نطلع شوي على دلتا وجاما، هلا شوفوا ايش بصير. كل ما زدت انا اللود على هذا المحرك شو راح يزيد معي؟ جاما، راح يزيد عندي جاما، لانه لاحظ انه بي ار از كونستنت. بي ار ايش بعتمد بي ار هون؟ على الفلكس. على الفلكس تمام. اذا انا ثبتت الفلكس من هون ثبتت السرعه، السرعه كونستنت مضبوط، لانه تذكر انه اي اي اللي هو الجنريتد الجنريتد فولتج بيساوي كي اوميجا في فاي. اوميجا انا مثبتها مثبته بالحالتين طبعا، هون ثبت ايش؟ لانه الفريكونسي تبعت السبلاي كونستنت وعدد البولز كونستنت، سرعه الدوران راح تكون كونستنت. وهون مثبت ليش؟ لانه انا ظبطت الجاز تيربان هي تعطيني فريكونسي ثابته للمستهلك، فاوميجا ثابته بالحالتين وكي كونستنت. واذا انا ثبتت فاي، كيف بثبت فاي؟ ايش بعمل؟ بخلي الكرنت اللي موجود هون بخليه دائما كونستنت. اذا خليت الكرنت الاكسايتيشن كونستنت راح يضل هذا كونستنت وهذا كونستنت وهذا كونستنت، اذا اي
اي كونستنت، واذا بي ار كونستنت مش بي ار ناتج عن هاي مضبوط، اذا بي ار كونستنت، اذا بي ار قولوا من هون كونستنت، كل ما بزيد عندي اللود ايش بزيد عندي بتغير؟ بتتغير هاي الزاويه. فراح تلاقي الان انه في البدايه ببدا بزاويه صغيره جدا ما بين بي ار وبي اس، خلينا نطلع على المحرك ناخذ الموتور على سبيل المثال، بديت ازيد اللود راح الاقي انه الزاويه بدات تزيد بينهم، سرعتهم نفسها بس الزاويه عمالها بتزيد، عندنا نقطه معينه في زاويه معينه جاما اوصلها من هون راح الاقي انه المحرك خلص بعطيني الماكسيمم تورك وبوقف بعمل ستولي. هذا بيعتمد على الزاويه هاي اللي موجوده هون، لكن احنا في زاويه مفيده اكثر من هاي الزاويه راح نطلع عليها الان. خلينا ارسم الرسمه هاي اللي هي في ار وبي اس بشكل مختلف شوي. راح اخذ هذا راح اسميه كما هو لفه في ار اللي موجود هنا. دوران عندي بهذا الاتجاه، وعندي هون بي اس بهذا الاتجاه، وعندي هون بهذا. هدول التو فلكسز بشكل ولد فلكس ناتج عنهم وفي لهم محصله. المحصله هاي راح اسميها بي نت. راح ارسمها بهذا الشكل من هون، راح اسميها بي نت. هلا التورك احنا اتفقنا التورك هو التفاعل ما بين مين ومين؟ ما بين بي ار وبي اس. لكن انا بامكاني الان بدي اطلع زاويه مفيده اكثر من جاما، جاما زاويه صعب التعامل معها. نعم. ايش هي؟ لما تصير الزاويه ستول، هلا راح تشوف انه ستول تورك، راح اسمي هاي الزاويه راح احطها بالاحمر، هاي راح اسميها دلتا. وراح نشوف الان انه ستولينج التوقف اللي هو الماكسيمم تورك اللي ممكن اخذه بيحصل لما دلتا بتساوي 90 درجه. المنطق اني اضل اعمل بي ار وبي اس، بس اذا تعاملت مع الزاويه دلتا راح الاقي انه الحسابات تبعتي بتصير اسهل. خلينا ناخذ اول شيء عندي بي نت. بي نت شو بتساوي كفكتور؟ بي ار زائد بي اس. بي ار زائد بي اس. بصير احط جمع هيك بينهم. ايش معنى هذا الجمع هون؟ جمع بين ايش؟ بين فكتور مش ارثمتيك. صبيش هدول بين فكتور. واضح انه الطريقه اللي جمعت بين فكتور صحيحه، مش هيك طلعت عندي المحصله ما بين الاثنين. خلينا احط بي اس على جهه، شو بصير عندي؟ بصير عندي بي نت ماينس بي ار، مضبوط؟ هاي المعادله صحيحه بس الف على الجهه الثانيه. هلا احنا قلنا التورك شو بيساوي؟ هاي التورك التورك الريدوس شو بيساوي؟ بيساوي كي ار بي ار كروس. خلينا نخليه كفكتور بيساوي بي ار كروس مع بي اس. بس بي اس بتساوي هاي، مش بقدر اخذ هاي على محل بي اس، فبصير عندي هون هذا بيساوي كي بي ار كروس برودكت. محل بي اس راح احط بي نت كروس مع بي ار. مش بقدر اوزع؟ اوزع العلاقه؟ نعم. مش كروس برودكت. مضبوط هيك؟ هلا بقدر اوزع العلاقه هاي، راح اوزع كي ار كي كي بي ار مع بي نت. كي برا، وبعدين عندي هون بي ار بي نت والفكتورز ماينس بي ار كروس برودكت بي ار. شو يعني بي ار مع بي ار كروس برودكت مع نفسه؟ ايش يعني لما بعمل كروس برودكت من فيكتور مع نفسه؟ قديش الزاويه لازم تكون الزاويه مثلا؟ زاوية صفر بين الفكتور نفسه، إذا قديش محصلة هذا الكروس برودكت؟ صفر. صفر. مضبوط؟ لأنه قديش الزاوية بينهم؟ صيرو. ساين زيرو قديش؟ إذا هذا كله بيختفي ما لهش وجود، إذا إيش بضل عندي؟ بضل عندي كي بي آر مع بي نت. إذا إحنا كأنه عمالنا نقول إنه التورك الإنديوست ممكن يساوي هاي العلاقة اللي هي كي بي آر مع بي إس مع بي اس ويساوي كي بي ار مع بي نت. هلا وجدوا الاصطلاح، وجدوا من الكتب والماشينز انه هاي العلاقه اسهل اني اتعامل معها من هاي العلاقه، هاي علاقه منطقيا اصح، لانه هاي شو عم بتقول لي؟ التورك هو تفاعل ما بين الروتور والستيتر، هاي منطقيه. بس وجدوا من ناحيه واقعيه، من ناحيه عمليه، هاي العلاقه اسهل اني اتعامل معها. انه بي ار مع بي نت منطقيا ما لها معنى، بس هي اسهل اتعامل معها. هلا الزاويه هون شو بتساوي؟ هاي بتصير كي في ار ماجنتيود بي اس ماجنتيود ساين ايش؟ جاما. لاحظوا الزاويه بين بي ار وبي نت جاما، لكن هاي شو بتساوي؟ كي بي ار بي نت ساين دلتا. كاني عمالي بقول على فكره انه بي اس ساين جاما بتساوي بي نت ساين دلتا، واللي هي صحيحه.
هاي المعادلة أسهل بكثير إني أتعامل معها، والسبب إنه راح ألاقي الآن إنه الزاوية دلتا زاوية مفيدة وبقدر أطبق عليها الشكل. أحد أسهل التطبيقات إنه لما الستولينج بيصير، لما هذا بتضلها تزيد زاوية جاما، عندي ستولينج قديش بتكون دلتا؟ 90. إذا الآن ماكسيمم تورك دلتا بتساوي 90 درجة. هاي مهمة جدا واللي هي واضحة من هون. هي عندي ساين، ساين ال 90 شو راح تعطيني؟ واحد. إذا الماكسيمم تورك اللي هذا بيقدر يعطيني إياه بيساوي كي بي آر بي نت في واحد. هذا هو أعلى تورك، وهي الزاوية مهمة دلتا اسمها اللود أنجل. فإحنا من ناحية واقعية لو جينا اطلعنا على هذا المحرك راح نلاقي إنه يبدأ بزاوية دلتا صغيرة جدا. كل ما زدت اللود عليه بتزيد جاما وبتزيد دلتا. لما دلتا توصل 90 درجة خلاص بيعمل ستولينج، بوقف هذا المحرك. ولما يوقف هذا المحرك بصير في عندي شيء اسمه بول سليبنج. لما يوقف الروتر بس الستيتر لسه عماله، الستيتر لسه عم بيعطيني الفلكس، فمرة بتجاذب مرة بتنافر، متذكرين؟ بصير عندي رجع المحرك وبتوقف المحرك عند هاي اللحظة.